السلام عليكم. ازيكم؟ القوات الاوكرانيه قامت بغزو اقليم كورسك. وعلى فكره الكلمه دي في حد ذاتها مش صح قوي. ليه؟ خلي بالك اقليم كورسك ده كبير جدا، ده يقدر ب 28000 كيلومتر او اكتر كمان، ممكن يصل ل 29000 كيلومتر. فاوكرانيا لحد دلوقتي مسيطره على 1000 كيلومتر داخل اقليم كورسك، فده جزء صغير من الاقليم. الغريب في الموضوع واللي انا واقف عنده ان الاول مره الاعلام الغربي ما يساندش اوكرانيا في عمليه هجوميه كبيره داخل الاراضي الروسيه. فالموضوع ده انا واقف عنده بشكل كبير، ولا صحيفه بتساند اوكرانيا، ولا صحيفه بتتبنى الروايه الاوكرانيه او اهداف اوكرانيا اللي اصلا اوكرانيا ما اعلنتهاش بشكل صريح. فكل الناس لما تيجي تحلل في الاعلام الغربي محدش بيجزم ان دي عمليه تاريخيه وان ده اللي هيغير مسار الحرب والكلام ده كله، مفيش محدش بيسوق للموضوع ده ولا حد بيدوس عليه خالص. ففي حاجه غريبه في عمليه اقليم كورسك دي. ده اللي ادى ان في ثلاث مقالات ينزلوا النهارده في موقع فورن بوليسي. الثلاث مقالات كلام مشابه بس كلهم بيكملوا بعض وبيقولوا كلام خطير جدا فيما يخص اقليم كورسك ده بالذات. الاخطر من كده، النهارده المانيا بتخفض من مساعداتها الماليه لاوكرانيا، وشكلها كده هتقطع مساعدات الماليه لاوكرانيا. مش بس كده، بتخفض المساعدات العسكريه للجانب الاوكراني. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى المانيا فجاه كده تنقلب على اوكرانيا في ظل ان القوات الاوكرانيه داخل الاراضي الروسيه؟ ده مشهد تاريخي، ده يجب ان المانيا لو كانت بتساعد اوكرانيا بمليار تدعمها بخمسة مليار. دي معركه كبيره جدا، معركه فاصله بتاعت كورسك دي بالنسبه لالمانيا ممكن تشوفها ان ده نجاح، ويجب ان ده يكون مشهد النهايه اللي تدعم فيه المانيا اوكرانيا. فجاه كده المانيا انقلبت على اوكرانيا، ايه اللي حصل؟ الاكثر من كده، كل الناس عاوز تتوقع ايه رد فعل روسيا على عمليه اقليم كورسك دي. كل الناس واقفة قدام مشهد الانتقام الروسي. الحقيقة الفيديو ده مهم لان في اخبار كتيرة جدا وتحليلات مهمة طالعة من الاعلام الغربي تقول لك ان معركة كورسك دي هي معركة ممكن تكون هتذكر في التاريخ كاغبى معركة ممكن الجيش الاوكراني يكون خاضها في تاريخه. ايه اللي حصل وايه الجديد اللي معانا النهاردة؟ عايز تعرف؟ هقول لك. عشان اقول لك لازم احكي لك القصة من الاول. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو اتكلمنا اكتر مره عن الحرب في السودان، وهي حرب اهليه شغاله بقالها اكتر من سنه. والحقيقه ان الامم المتحده بتحذر من ان العالم هيواجه اكبر مجاعه ممكن يشهدها من 40 سنه. اما المجاعه اللي هتكون في السودان فهي مجاعه قويه جدا وقاسيه جدا. عشان كده الراعي اللي معانا النهارده هو مؤسسه الضأن العربي للذبح، وهو راعي اتعاملت معاه انا شخصيا ومئات من متابعي قناه سامري. صدقه على الاستاذ محمد ممدوح والقائمين على قناه سامري، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه. الضأن العربي بيقدم خدمه للذبح عن بعد للصدقات والعقائق سواء في السودان او تنزانيا، يعني تقدر من اي مكان في العالم تشتري ذبيحه من خلال الموقع او التطبيق بسعر 750 ريال سعودي، ما يعادل 200 دولار امريكي فقط. بيتم ذبح خروف وتوزيعه على اسر الفقراء اللي بتعاني من المجاعه، وعشان تضمن حقك بتستلم فيديوهات الذبح والتوزيع خلال 24 ساعه من الشراء. ده من غير ان عندهم ميزه الطلب الشهري التلقائي، يعني كل شهر يتذبح خروف ويتوزع باسمك ويوصل لك الفيديوهات بتاعته. واجمل حاجه عجبتني فيهم ان جزء كبير من ارباح المؤسسه بيتم التبرع بيها لاخواتنا في غزه، يعني لما تشتري منهم انت بتساعد اخواتنا في غزه والسودان في نفس الوقت. واحب اوضح ان مؤسسه الضأن العربي هي شركه موثقه ومسجله في السعوديه والامارات، وعندهم مزارع في السودان وتنزانيا والرياض، وحسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم وتشوف الموقع والتطبيق عشان تشتري منهم. وانا بشجع بشده الشراء من خلال مؤسسه الضأن العربي، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. نخش في الموضوع على طول. الجديد اللي معانا النهارده ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص حرب روسيا واوكرانيا. الحقيقه الاعلام الغربي كله عمال يحلل ليه اوكرانيا قامت بهجوم مضاد على اقليم كورسك الروسي، وليه التوقيت ده بالذات، وايه اهداف اوكرانيا، كله عمال يحلل. فالحقيقه النهارده في ثلاث مقالات نازله في موقع فورن بوليسي. اول مقاله بتقول لك ايه اللي عاوزه زيلينسكي من هجوم اوكرانيا والجيش الاوكراني على اقليم كورسك. تاني مقاله بتقول هل معركه كورسك تغير مسار الحرب في روسيا واوكرانيا ويبقى مشهد النهايه اوكرانيا هي اللي بتكتبه مش روسيا في الحرب دي. تالت مقاله هي مقاله نقاشيه بين
اتنين كتاب عمالين يتداولوا مع بعض كده رؤيتهم لمعركة كورسك. طيب هنبتدي منين؟ هنبتدي من محاولة تفسير ليه أوكرانيا دخلت جوه إقليم كورسك. الحقيقة البي بي سي هنا بتجاور المقالات بتاعت فورن بوليسي وتقول لك على فكرة القوات الأوكرانية في هجومها على إقليم كورسك لازم تعرف ان ده هجوم شجاع وهجوم عظيم جدا. ليه؟ لان ممكن يكون ما هو محدش عارف، يقول لك ممكن يكون ان اوكرانيا عاوزه تدافع عن اقليم سومي. اقليم سومي ده اقليم مهم جدا على الحدود الروسيه، وبيقولوا ان اقليم كورسك كان مسؤول عن 90% من الهجمات اللي كانت بتتم على اقليم سومي. فدخول القوات الاوكرانيه لداخل اقليم كورسك ده بيحمي اقليم سومي بشكل كبير وبيخلي الاقليم ده مؤمن، وان اوكرانيا كده بتدافع عن حدودها، ودي مش عمليه غزو ولا حاجه، دي عمليه دفاع. وده على فكره الكيل بمكيالين داخل الاعلام الغربي، يا جماعه سموا المسميات باسمائها، دي عمليه غزو الاراضي الروسي، قال لك لا دي عمليه دفاعيه، ده اصل اوكرانيا بتامن حدودها. طب ما انت لو مشيت بالمبدا ده ما تبص على الروس ممكن يكونوا بيامنوا حدودهم هم كمان. غزو الاراضي الاوكرانيه عشان يامنوا حدودهم. وعلى فكره بوتين طلع من اول يوم يقول لك كده، يقول لك اصل اوكرانيا عاوز تنضم للناتو، فانا عاوز الاربع مناطق في اوكرانيا الشرقيه عشان أأمن حدودي ضد انضمام أوكرانيا للناتو. هو بيقول كده. أعتقد أن كل شيء ممكن في العالم الحديث، لكنني قلت هذا بالفعل، ومن الواضح للجميع أن هذا الصراع بين روسيا والناتو سيكون على بعد خطوة واحدة فقط من حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق. فدلوقتي الإعلام الغربي الظاهر بقى بيعاند في بوتين، الإعلام الغربي بيحاول أن هو يتريق على روسيا، بيقول لك والله دي عملية دفاعية. ماشي. طيب فأول غرض قال لك والله ده الأوكرانيين عاوزين يأمنوا إقليم سومي. ماشي. بالمناسبة لو الفرضية دي صح، عاوز أقول لك إن إقليم سومي امبارح اتضرب بالصواريخ كتير. خلاص؟ فدي ضربة صاروخية، فرواية إن روسيا مش هتعرف تهاجم إقليم سومي ده أمر خاطئ. الأمر التاني، لو قوات بيلاروسيا هتخش أوكرانيا أو حتى هتتدخل في معركة كورسك لازم تعرف إن إقليم سومي هيبقى مهدد بشكل كبير. فالرواية دي أنا مش معاها. مش بتبناها تمام. خلاص مش مقتنع بيها حتى. طب ده امر. طب الامر الثاني قال لك بص بقى في هدف ملوش تاني. ايه هو؟ قال لك الهدف الاساسي لدخول القوات الاوكرانيه ودفعها بكل قواتها الاحتياطيه واعز ما تملك داخل اقليم كورسك، هدف الاساسي ان الروس كانوا يتفاجئوا ويتصدموا ويخافوا فيسحبوا قواتهم من شرق اوكرانيا ويحولوها للدفاع عن اقليم كورسك. فالقوات الاوكرانيه تقعد تتقدم بمنتهى السرعه عشان تجبر الروس يسحبوا اكبر كم من الجنود من شرق اوكرانيا، وبكده اوكرانيا تكون عملت عمليه دفاعيه وهجوميه في نفس الوقت. اولا بطأت الغزو الروسي في شرق اوكرانيا، في نفس الوقت هي هجمت القوات الروسيه ودمرت معدات كبيره جدا وقواعد كبيره جدا للقوات الروسيه في اقليم كورسك. بس فده حاجه. بس الحقيقه اللي بيكذب الفرضيه دي ويقول لك انها فاشله هي مخابرات بتاعت استونيا. اشمعنى مخابرات استونيا؟ هي فورين بوليسي بتستند عليها. قالك والله لان مخابرات استونيا هي اكتر مخابرات في اوروبا بتعرف تتجسس على روسيا وبتتوقع المزاج الروسي والتكتيكات الروسيه. انا ما اعرفش ليه وما اعرفش على فكره ده صح ولا غلط، بس هو بيقول لك مخابرات استونيا دي خلاصه الخلاص. مخابرات استونيا بتقول لك ايه؟ بتقول لك على فكره لو انتوا فاكرين ان بوتين حول جزء كبير من قواته للدفاع عن كورسك، لا ما حصلش. والغريب في الموضوع ان بوتين لا تفزع، وعلى فكره انا مش بدافع عن بوتين بس انا بحاول اقول لك التقرير بالظبط، ان بوتين لا تفزع ولا خاف ولا ارتبك وسحب قوات ضخمه من شرق اوكرانيا. بالعكس قوات الروسيه في شرق اوكرانيا ما زالت بتتقدم خاصه في اقليم الدونباس واقليم الدونيسك. بس الاثنين دول الاقليمين دول قوات الروسيه عم تتقدم فيهم بمنتهى السرعه، وفي تقهقر غير طبيعي للقوات الاوكرانيه في اقليم الدونيسك بالذات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة السيطرة على 3 بلدات جديدة في دونياسك وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال أسبوع، كما أشارت إلى أن قوات أسطول البحر الأسود والقوات الجوية دمرت 3 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود. والألاف الجنود اللي الروس سحبوهم من شرق أوكرانيا كانوا في أقاليم ما فيهمش هجوم أو ما فيهاش هوت سبوت، فسحبوا الألاف دول. ده أمر. أمر التاني، صحيح ممكن يكون أوكرانيا عملت عملية إقليم كورسك دي عشان تجبر بوتين إن هو يحشد عدد ضخم من الجنود، وده ممكن يسوق صورته قصاد المجتمع الروسي، بس برضه المخابرات الإستونية بتقولك إن حشد القوات الروسية مش الحشد إن هو يقوم بعملية ضخمة في كورسك خالص. فده يقول لك ايه؟ يقول لك ان عمليه كورسك لحد دلوقتي فشل مش ناجحه. انت ما اجبرتش بوتين ان هو يحشد قوات
ولا يحول كويت ولا اي حاجه. ده بالعكس، ده كل كيلومتر اوكرانيا بتقول انها بتسيطر عليه داخل اقليم كورسك تفقد قصاده 3 كيلومتر في حدودها الشرقيه. فهي عمليه توازن، واضح جدا ان اوكرانيا اختارت بدل الدفاع عن حدودها الشرقيه انها تغزو الاراضي الروسيه. طب طيب، حد هيجي يقول لك والله اصل القوات الاوكرانيه دخلت وغزت اقليم كورسك عشان تحرك بوتين. فالحقيقه الامر ده يقول لك ايه؟ يقول لك ان ده امر ممكن ما يكونش ذكي. ليه؟ لان على قد احراج بوتين على قد انتقامه، فده امر يجب الوقوف امامه. انت خلي بالك، انت كل ما هتخلي الراجل ده صغير في عيون الروس هيحب ينتقم وهيحب انتقامه ده يكون عنيف، فده امر مش في صالح القوات الاوكرانيه. طيب فرضيه تانية، قال لك والله اصل القوات الاوكرانيه دخلت اقليم كورسك عشان تفرض على روسيا التفاوض وتكتب مشهد النهايه بايديها، ان بوتين لما يشوف القوات الروسيه بتتقهقر في الاقليم او في الاراضي الروسيه لازم تعرف ان ده ممكن يجبر الروس ان هم يعني يتنازلوا ويحبوا ان هم يتفاوضوا وفقا لشروط اوكرانيا. ابلغ القائد العام عن العمليه في منطقه كورسك عن تقدم جديد لقواتنا حيث جددنا صندوق التبادل الخاص بنا. لان اوكرانيا كانت شايفه ان دونالد ترامب جاي، فقالت والله احنا نقعد نفرض على روسيا شروطنا بدل ما دونالد ترامب وبوتين يفرضوا علينا شروطهم. صح؟ الامر ده برضو فشل، لان اصلا روسيا قالت لك احنا مش هنقعد نتفاوض مع الاوكرانيين خالص اصلا تماما. فده يوريك ان حته ان اوكرانيا تفرض شروطها او تكون في موضع افضل في التفاوض ده امر مش ناجح، لان كده او كده بوتين الظاهر عارف ان هو هيستعيد الاراضي كلها بتاعه اوكرانيا، وده امر لو حصل هتبقى اوكرانيا مجرد انها فقدت جزء كبير من قواتها واعز ما تملك داخل الاراضي الروسيه بدل ما كانت تحارب داخل الأراضي الأوكرانية وتحارب عن حدودها الشرقية وتطور في الحرب حتى. الأمر الثالث، ممكن على فكرة تكون أوكرانيا فقدت الأمل وشافت أن حرب أوكرانيا دي يجب أن تنتهي قبل حتى قدوم دونالد ترامب، لأنهم واثقين أن دونالد ترامب جاي، فقالك هم يخشوا ينهي الحرب دلوقتي، نفرض على الروس أن هنغزو أراضيهم فيقعدوا معنا يتفاوض قبل قدوم دونالد ترامب ويبقى التفاوض بشروط. فده أمر برضه ما حصلش. فكل الفرضيات أن أوكرانيا دخلت إقليم كورسك عشان رد فعل بوتين يكون سريع وفي نوع من انواع التهور او التخبط العسكري ما نجحش لحد دلوقتي، لان رد فعل بوتين لحد دلوقتي والقوات الروسيه ان هم مش واخدين العمليه دي انها خطيره تستلزم حشد كبير او تحويل عدد كبير من القوات الروسيه، فده اللي مجنن الاوكرانيين. امر التاني، ان خد بالك النهارده اوكرانيا نسفت جسر تاني داخل اقليم كورسك. طيب العمليه دي الاوكرانيين بيقول لك يا باشا ده بص احنا مسيطرين سيطره غير طبيعيه. تاني جسر على فكره كورسك فيها ثلاث جسور، او في المنطقه اللي اوكرانيا بتسيطر عليها فيها ثلاث جسور، هما دلوقتي دمروا جسرين فضل جسر واحد. فبيقول لك بص بقى يا باشا ده احنا جامدين جدا ودمرنا الجسور دي واحنا تحت السيطره، وبيطلع زيلينسكي يقول لك الامور داخل كورسك تحت السيطره وبنعزز من قواتنا والكلام ده كله. الحقيقه الامر ده امر يوريك حاجه مهمه جدا، ان القوات الاوكرانيه مش عايزه تتقدم، ده القوات الاوكرانيه بتتدافع وتضرب الجسور. ليه بقول لك كده؟ لان ضرب الجسور ده معناه ان اوكرانيا مش عاوزه الجسور دي عشان تعدي للضفه الاخرى او توسع من هجومها، معناه ان القوات الروسيه ابتدت توقف القوات الاوكرانيه عن التقدم في الاراضي الروسيه. فعشان كده الاوكرانيين بينسفوا الجسور دي اللي هي جسور لوجستيه للجيش الروسي عشان ما يرسلش تعزيزات وما يوقفش القوات الاوكرانيه اكتر. فده امر مهم. الامر الثاني، النهارده فوربس طلعت قالت لك على فكره اوكرانيا ابتدت تفقد عدد ضخم من المعدات بتاعتها. نعم، يعني ايه؟ قالك والله لو جيت تبص هتلاقي ان اوكرانيا بتفقد ضعف العدد اللي فقدته القوات الروسية. ازاي؟ قالك لو خدت بالك في اي عملية هجومية، خاصة ان العملية اللي بيبقى فيها عنصر مفاجأة، ده بيخلي القوات الدفاعية او اللي بتاخد موقع دفاعي تخسر عدد ضخم من معداتها، بيبقى ضعف القوات اللي بتهاجم، لان القوات اللي بتهاجم دي بيبقى عنصر مفاجأة في صالحها. خلاص، فبيبقى الانفجارات ضخمه والكسائر ضخمه في القوات الدفاعيه. الغريب ان موقع فوربس بيقول لك ده اوكرانيا والقوات الاوكرانيه بتخسر ضعف اللي بتخسره القوات الروسيه من معدات، وده يوريك ان عمليه كورسك دي عمليه انتحاريه يجب ان يكون وراها هدف سامي جدا، يا اما السيطره على محطه نوويه بتاعت كورسك، وده امر الروس مهددين عنده وابتدوا يحفروا خنادق وبعتوا تعزيزات والكلام ده كله وصعب جدا الوصول اليه حتى بعد تحذيرات روسيا اللي طلعت قالت لك ان القوات الاوكرانيه راحت تتقدم عند محطه كورسك. تتجه الأزمة الأوكرانية نحو منعطف خطير مع تصاعد التوتر بين موسكو وكييف، حيث أطلقت روسيا اتهامات خطيرة لأوكرانيا بالتخطيط لمهاجمة محطة كورسيكا النووية، مهددة برد قاس في حال تنفيذ هذا الهجوم.
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المعارك الشديدة في منطقة كورسك والتي شهدت توغلاً أوكرانياً واسعاً منذ بداية الشهر. بس حد دلوقتي القوات الأوكرانية ما وصلتش للمرحلة دي، واضح جداً أنها عملية انتحارية، بدليل أن النهاردة الصحف الغربية طلعت تقول لك أن خلي بالك أن أوكرانيا كمان مش عارفة تجلي الضحايا بتوعها أو المصابين بتوعها، عندهم مشكلة في نقل المصابين. فده أمر مهم يا جماعة، اللي حسب للعملية دي واللي خطط لها إزاي ما حسبش كل الكلام ده كله، وإزاي ما حسبش الأضرار دي كلها وخسائر الضخمة اللي فيها القوات الأوكرانية. أمر التاني، خد بالك من أمر مهم جدا، إن القوات الأوكرانية اللي تم الدفع بيها هي أصلا في مرحلة إرهاق غير طبيعي. مرحلة الإرهاق دي لأن القوات الأوكرانية بقالها سنتين ونص بتقاتل، والقوات الأوكرانية ما عندهاش رفاهية إنها تعمل عملية شيفتنج أو إنها تدي راحة لجنودها، فجزء يحارب وجزء التاني يريح، لا ما عندهاش كده، ده كله بيحارب نتيجة لنقص القوات. فما بالك أنت وديت قواتك المرهقة بدل ما تكون في عملية دفاعية ممكن تكون سهلة، أنت وديتها عملية هجومية ممكن تكون أصعب بكتير. ده يوريك قد إيه عملية انتحارية. الأمر التاني اللي يخلي دي عملية انتحارية حاجة مهمة جدا، إن طلعت جريدة اسمها واشنطن بوست طلعت تقولك على فكرة ده كان في مفاوضات غربية روسية في قطر كان هيتم عقدها في خلال أسابيع. المفاوضات دي كانت بتتكلم في إيه؟ كانت بتتكلم إن الغرب طالب من روسيا عدم استهداف البنية التحتية، وده يبقى تعهد روسي تجاه الغرب، والغرب على الجانب الآخر يتعهد إن أوكرانيا ما تضربش مصافي النفط والغاز خلاص الروسية بالمسيرات. فقال لك ده لو كان تم ده كان هيبقى المرحله الاولى لوقف القتال في حرب اوكرانيا. فاوكرانيا دلوقتي نسفت الاتفاقيه دي، الروس مش هيقعدوا يتفاوضوا اصلا. فده اللي يخلي عمليه كورسك عمليه انتحاريه غير واضحه الاهداف، حد يطلع يقول لنا الناس دي عايزه تعمل ايه، لان لحد دلوقتي هم فاشلين. فده اللي بيخلي المحللين يقول لك عمليه كورسك دي ما لهاش غير ثلاث احتمالات. اول احتمال ان القوات الاوكرانيه ما تعرفش تحافظ على هجومها ده، والقوات الروسية تخلص في السيطرة على الأربع مناطق وتتفرغ للقوات الأوكرانية وتخليها تنهار وتتراجع داخل حدودها، وبكده تبقى عملية انتحارية غبية قامت بيها القوات الأوكرانية. خاصة ونقطة مهمة جدا، قالك اللي هيعزز في الموضوع ده ان روس هيرجعوا ينتقموا بانتقام بشع، وهيكون في مجازر ان أوكرانيا رجعت الروس لذكرى النازية. اخر حد حاول ان هو يجتاح كورسك وكانت معركة دموية بينه وبين الاتحاد السوفيتي هم النازيين، فقالك الاوكرانيين بدل ما بيقعدوا يذيعوا ان هم عندهم نازيين جدد والكلام ده كله، دول بياكدوا للروس ان هم نازيين جدد، لان هم بيعيدوا ذكرى النازيه انها دخلت في كورسك. فالروس لما يجوا ينتقموا هينتقموا كانهم بينتقموا من النازيين اللي هم اعز اعدائهم واللي هم بيفتخروا ان هم دمروهم. فقالك ان احتماليه القوات الاوكرانيه تتراجع وتتهزم هي احتماليه الاكبر، لان انت بتحارب حرب استنزاف على الاراضي الروسيه الجيش الروسي، فهي عملية ممكن تكون فاشلة. طيب أما تاني فرضية، إن القوات الأوكرانية تقعد تسبب أضرار كبيرة جدا للقوات الروسية وتحتفظ بمواقع، وده لو حصل هيبقى حاجة مهمة جدا، أو هتبقى ورقة في إيد أوكرانيا تعرف تفاوض بيها، لأن أوكرانيا حاليا في موقف دفاعي وعمالة تخسر أراضيها. على الأقل يا سيدي تفاوض على 1000 كيلومتر داخل حدود روسيا، وحبذا لو دخلت وخدت محطة كورسك. بس دي فرضية فيها نوع من أنواع الحلم شوية، يعني هي فرضية حتى الكاتب مقالة يعني بيستبعد حاجة زي كده. أم ده استحالة أنه يحصل، أنت كده استفزيت الدب الروسي على أقصى ما يمكن. أما ثالث فرضية، أن أوكرانيا تقلل مما كسبها، وبدل ما بيسيطروا على 1000 كيلومتر يسيطروا على 500 كيلومتر ويحفروا فيها خنادق بحيث أن هم يعذبوا القوات الروسية ويفضلوا محتلين أراضيهم وما يقدروش. بص الاحتمالات الثلاثة أكتر اقتناع فيها حتى عند محللين غربيين إن القوات الأوكرانية هتتهزم وترجع، ما فيهاش كلام كتير، ده أمر. بس إيه التكلفة؟ التكلفة أنت كسرت حدودك الشرقية، التكلفة إن أنت عززت من تحالفات بوتين. النهاردة لوكاتشينكو اللي هو رئيس بيلاروسيا طلع في حوار تلفزيوني ولك على فكرة موضوع إقليم كورسك ده هينتهي بتدمير أوكرانيا، يعني ده أنت كده استفزت روسيا وموضوع هينتهي بتدمير أوكرانيا. هل ده صح؟ بص انا حتى تدمير اوكرانيا دي انا برضو مش شاريها قوي، يعني بوتين من اول يوم في الحرب هو بيقول انا هدمر اوكرانيا، معرفش لحد دلوقتي. بس ده اللي قاله لوكاتشينكو. كلام لوكاتشينكو بيقولك انا بحضر دلوقتي الشعب ان انا همشي، وقال ان حدود بيلاروسيا مع اوكرانيا هي حدود دفاعية بالنسبة لبيلاروسيا. بس الامر ده ممكن يتغير، ما معناه ان بيلاروسيا ممكن تخش الحرب؟ هل ده ممكن يحصل؟ برضو دي فرضية ممكن ما تحصلش. ليه؟ بيلاروسيا من اول يوم حصل فيه الغزو الروسي لاوكرانيا وكل الناس عماله تقول ان بيلاروسيا هتخش الحرب، ما دخلتش. بيلاروسيا ظهر كده اضعف انها تخش الحرب، بس بيلاروسيا ممكن تعمل حاجه تانية.
إيه هي؟ تدفع بقواتها داخل الأراضي الروسية عشان تحاصر القوات الأوكرانية داخل إقليم كورسك. وده لو حصل هتبقى مجزرة. مجزرة لأن عارف يعني إيه القوات الأوكرانية كده والقوات البيلاروسية، ما أصل كورسك دي قريبة من حدود بيلاروسيا، القوات البيلاروسية تقطع خط الإمداد عن القوات اللي موجودة في إقليم كورسك هتبقى مجزرة. فده أمر. أمر التاني، خد بالك إن إقليم سومي والعاصمة كييف اتضربوا بصواريخ كوريا الشمالية الان كي 23. الان كي 23 دي صواريخ كوريا شمالية بعتها لروسيا دمرتها الدفاعات الجوية. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 4 صواريخ من طراز كي أن 23 كوريا شمالية أو كوريا شمالية الصنع، لكنها لم تحدد مصير الثلاثة الآخرين. وخلي بالك ان كوريا الشمالية قالت اللي قامت بيه قوات الاوكرانية ده عمل ارهابي، فانت كده عززت من رؤية كوريا الشمالية للي بتقوم بيه القوات الاوكرانية. والرواية اللي بيحاول بوتين يسوقها لشعبه اصبح حلفائه مقتنعين بيها ان اوكرانيا دي مدفوعة بالغرب، خاصة ان اقليم كورسك دي قوات الاوكرانية دخلت بمعدات غربية. ده امر. امر التالت، النهاردة في كلام ان صواريخ فاتح 320 اللي هي النسخه الايرانيه من صواريخ الهاي مارس هتصل روسيا، وظهر كده القوات الروسيه قاعده مستنيه الصواريخ دي عشان تقوم بضرب بيها القوات داخل اقليم كورسك. كده او كده تحالفات روسيا ازدادت عمقا وازدادت قوه بعد قيام القوات الاوكرانيه بغزو الاراضي الروسيه. اخيرا وليس اخيرا، ليه المانيا قلبت فجاه على اوكرانيا؟ الحقيقه مقاله نازله في وول ستريت جورنال بتقول لك ايه؟ بتقول لك خد بالك من امر خطير جدا. ايه هو؟ اتضح الرواية الأساسية بالتفجير السيل الشمالي 1 و2. قال لك والله الأوكرانيين كانوا قاعدين في جلسة سكر كده، بالظبط زي ما بقول لك كده، قاعدين في جلسة سكر، فكلهم أجمعوا ما تيجوا نقوم نفجر خط السيل الشمالي 1 و2 اللي بينقل الغاز الروسي لأوروبا وخاصة ألمانيا. فالموضوع قلب بدل ما هو سكر لجد، وبالفعل ابتدى يتم اتخاذ قرارات وتدبير إن هم إزاي يفجروا خط السيل الشمالي 1 و2. مين اللي عرف؟ الأمريكان. والامريكان طلبوا من زيلينسكي ان هو يوقف العمليه، بس زيلوزني اللي هو وزير الدفاع الاوكراني كمل العمليه بعيدا عن زيلينسكي. عشان كده زيلينسكي لما بيطلع يقول لك انا ماليش دعوه، هو ممكن يكون فعلا ملوش دخل، هو ما يعرفش، بس اللي حصل ان وزير الدفاع الاوكراني كمل العمليه. فبيقول لك ان هم دفعوا بيخت في 6 اشخاص معهم امراه بحيث ان هم يتم رؤيتهم، ان هم بعض من الناس السكرانه اللي معهم امراه فاصدقاء يعني وبتاع، ودول كانوا غواصين نزلوا وعملوا 3 انفجارات دمروا بيها خط السيل الشمالي 1 وخط السيل الشمالي 2 اللي اول ما تم الانفجار ده امريكا واوروبا اتهموا بيه روسيا، وقال لك روس هم اللي مفجرينه عشان يوروا قد ايه تمن دعم ناتو لدول اوكرانيا او لدوله اوكرانيا. بس الكلام ده خطير جدا، لان دلوقتي المانيا اصدرت امر باعتقال احدى مدربي الغواصين اللي هو كان على متن المركب. فده امر يقول لك ان المانيا ابتدت تعترف بالروايه دي وان هي تبنت الروايه دي، وابتدت الحكومه الالمانيه تعاقب الحكومه الاوكرانيه لان اللي اعتدى على الاقتصاد الالماني والوضع اللي فيه الاقتصاد الالماني دلوقتي هي اوكرانيا مش روسيا. فما بالك ان المانيا تنسحب من دعم اوكرانيا؟ ده هيبقى امر خطير جدا جدا. اخيرا وليس اخيرا، دلوقتي اوكرانيا بتقول انها اثرت الدبابه التي 90 ام، ودي دبابه روسيه حديثه الاوكرانيين اثروها داخل اقليم كورسك زي ما حضرتك هتشوف كده بالظبط. في الاخر يا رب كنت شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر، رب انصر العرب، ورب انصر فلسطين يا رب. تحيا مصر، سلام.
محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبع حميكي.